يقول: أعمل دكتور صيدلي في صيدلية خاصة، وبعض المندوبين من الشركات يأتون لزيارتنا، فأحيانا يعطوني هدايا في صور مختلفة، وأحيانا أدوية في صورة عينات طبية مسعرة مثلها مثل البضاعة تماما. وقد أخبرت صاحب الصيدلية بهذا من قبل وقال لي: لا إشكال في هذا. وأحيانا يتم إعطائي هدايا على طلبيات أدوية من شركاتهم، مع العلم بأن هذه الأدوية تعمل بالصيدلية ولا تركن إلى انتهائها، ولكنها تصرف للمرضى. وعلى الرغم أنها لا تؤثر على السوق وعلى الأسعار، إلا أن لي بعض الأسئلة، وهي: ما حكم هذه الهدايا على الرغم أنها أحيانا لا تؤثر على العمل؟ ولا أستطيع أن أقول إنها لا تؤثر دائما، ولكن هي لا تؤثر لأنها بطبيعة الحال تصرف للمرضى. ثانيا، أحيانا تنتهي الأدوية من الصيدلية، ولكن يكون هناك موجود عينات مسعرة ولا فرق بينها وبين الدواء الأصلي، فهل يجوز بيعها وكيف يكون سعرها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما دام السائل لا يأخذ هذه الهدايا لنفسه، وإنما تهدى لي نفس المحل على نوع تجارب لهذه الأدوية أو دعايات لها، فلا أرى مانعا من ذلك. إنما المانع لو أن العامل في الصيدلية أو الوكيل في الصيدلية لصاحبها يقبل هذه الهدايا لنفسه، فإنها تكون من قبيل الرشوة. أما ما دامت أنها توضع في الصيدلية وتصرف للمرضى، وهي على صفة هدية من شركات تصنيع الأدوية لهذه المحلات إجراء تجارب عليها، أو لمعلومية أصحاب هذه المحلات بهذه الأدوية، حتى المحلات بهذه الأدوية حتى يطلبوها من الشركات، فلا أرى مانعا في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا أدري ما معنى قوله إنها تؤثر على العمل، هل هو على التعامل مع هذه الشركات التي تدفع هدايا دون التعامل مع غيرها، أو كيف يكون؟ كأنه يقول إنها تؤثر على أصحاب المحلات أن يشتروا من هذه الشركات دون غيرها، فإذا ترتب على ذلك ضرر بأصحاب المحلات الأخرى، ولا شك أن الضرر ممنوع، ما يضر بأصحاب المحلات الأخرى ويصرف الزبائن عنهم، لا شك أن هذا ممنوع شرعا. لكن إذا كانت لا تؤثر، أو هم يهدون هذه الهدايا لجميع أصحاب الصيدليات الذين يريدون منهم أن ينشروا اسم هذه الأدوية أو يبينوها للناس، فكما ذكر